تكوين 20. تكوين: انتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأة أنها أختي. إيه الأخبار؟ ده اسمه كذب يا إبراهيم. طب دي أول مرة؟ لا دي تاني مرة عملها قبل كده في مصر. وربنا إيه؟ سترها مش كده، غطاه وتعامل مع فرعون. طب مش يتعلم؟ قال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي. فأرسل أبي مالك ملك جرار. وإيه بقى دم أبي مالك؟ مش زي فرعون كان مؤدب قوي، بعت خطاب. أبي مالك ما بعتش خطاب، أخذها. أرسل أبي مالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل. مش أول زيارة المفروض ربنا يعملها، يعملها لإبراهيم يقول له: يا ابن الذين بطل كده، صح ولا أنتوا معايا؟ يعني كذب، نتائج كذبه أن امرأته اتخذت منه. أول زيارة يزورها ربنا لمين؟ بحسب بشريتنا وعقلنا اللي بيتعامل دايما بالشكاية، أول زيارة مفروض ربنا يزورها لمين؟ لإبراهيم. فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل. لم يكن أبي مالك قد اقترب إليها، يعني دخلت مع الحريم لكن لم يكن قد اقترب إليها. فقال: يا سيد أبي مالك، أأم برة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. قال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنه بسلامة قلبك فعلت. يعني بتعامل مع الله، بتعامل معانا بحسب اللي جوانا، مش بتعامل معانا بحسب كلامنا ولا أعمالنا. نقطة صغيرة ونكمل. أنا أيضا أمسكتك من عن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل. كمل اقرأ الآية دي من فضلك على الشاشة. فالآن رد امرأة الرجل فإنه إيه؟ فإنه كذاب. ومش أول مرة. حد انبسط أوي. فإنه نبي فيصلي لأجلك كمان، مش بس فإنه نبي، فإنه نبي بس بيمر بمشاكل، فإنه نبي بس بيمر بحتة وحشة، فإنه نبي بس مع فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. عدد 17. فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبي مالك وإمرأته وجواريف ولدن، لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة، مش أخت إبراهيم، بسبب سارة إيه؟ مرات إبراهيم. حد فهم حاجة؟ لا. هو شاول في المقابل عمل إيه؟ فاكرين ملك شاول؟ أبصينا على داود، أبصينا على إبراهيم. شاول في المقابل عمل إيه؟ رب قال له روح حارب وحرم كل حاجة للملك، فقام حارب الملك، عمل كل اللي قاله ربنا، حرم، عمل كل اللي قاله ربنا وحرم حاجات كتير، حرم كل حاجة، يعني حرم يعني قدم الكل للرب. ساب حبة غنم تحت عنوان هقدمهم للرب. لما جاله صميل لما جاله صميل النبي شاول قال ايه؟ حي هو رب، قد فعلت كل ما طلبه الرب مني. صميل يقول له: انا سامع، ما حس هذا الغنم الذي انا سامع؟ قالوا دي حبة صغيرين هنقدمهم للرب. قال له: مملكتك هتتشقى، مملكتك هتتاخد منك. ايه رايكم؟ قارنوا ما بين الاثنين. ده اللي انا عايز اقوله. انت ممكن تبقى موجود في فرصه اجواء النعمه وتختار انك تدخل نفسك. شاول دخل نفسه في المقارنه، كعمال يقارن نفسه ما بينه وما بين داود، عمال يقارن نفسه مين اعظم، عمال يقارن نفسه وبص على نفسه. بس تعالى معايا صميل وباركني قدام الناس عشان يبقى منظري ملك قدامنا. دخل نفسه في حته، في دوشه افكار، في عارفين كلمه ديتوكس؟ حد هنا مفروض نفسه عارف يعني ديتوكس.
حد هنا ما يعرفش يعني ايه كلمه ديتوكس؟ انتوا مش عايشين في الارض. كلمه ديتوكس دي بالعربي بقى ديتوكس مش بالانجليزي. ديتوكس يعني اخراج للسموم من جسمك، اخراج للسموم من جسمك، ان جسمك يتنظف من السم اللي فيه ايا كان نوع السم. في انواع للديتوكس يعني. اللي بياخدوا ادويه زياده بيروحوا حته عشان يحصل لهم ديتوكس من الدواء. اللي عندهم حاجات في الكبد بيعملوا ديتوكس للكبد، يعني ايه؟ بينظفوا السم اللي موجود جواهم. عارفين بقى ان في ديتوكس للمسيحيين؟ في احنا محتاجين ديتوكس. ليه؟ لان بيخش فينا سم طول الوقت، سم مرارة، سم شكوى، سم أسئلة غير مجاب عليها، سم. وهذا السم بيخش في خلايانا، بيخش في كل حاجة. السم ده كان ماشي جوه شاول، السم ده بيحمل القلب. فبتيجي قدام ربنا في أجواء حضور إلهي ممكن تحصل معجزة، بس أنت مشغول بالمقارنة ومشغول بالحضور. الدهنة اللي على راس شاول هي مرة تاني، هي الدهنة الموجودة على راس داود، بس دخل سم جوه قلب شاول. مقارنة ما بينه وبين داود، والمنظر قدام الناس، وعايز يحافظ على المملكة، وعايز يبقى حريص، بيحرس 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 بيحرس، ففقد كل حاجة. والتعامل معه هو فاكرين الآية دي، هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة. فاكرين الآية دي؟ تمام. عارفين حد أنتم مسيحيين لسه؟ طب إيه أخبار الاستماع عند إبراهيم؟ ايه اخبار الاستماع عند ابراهيم؟ فانه نبي، فانه يصلي ليك. هو ابراهيم هنا مش ماشي مظبوط. هو داود ده داود زنى وقتل. بس في حاجه، ان الزنا والقتل ده اول ما الرب يقوم لامس القلب بيرجع بقلب طاهر ببساطه. عارفين مزمور التوبه بتاع داود؟ طهرني بالذوفه. تمام، عارفينه؟ لو حد قال لا يبقى مش خالص. طهرني بالزوفة أطهر، اغسلني في أبيض أكثر من الثلج، مش كده؟ إيه سمعني؟ إيه إيه ده يا حبيبي؟ أنت بتتوب ولا عايز تفرح؟ أنا عايز أكون في المشيئة فأعلم الأثم طرقك. أنت بتتوب ولا عايز تخدم؟ داود مش متكعبل، داود مش بيخلي السم يخش جوه قلبه، داود مش بيخلي سم الشكايه وسم المقارنه والسم. بيسكن في النعمه، بيسكن في خيمه داود، بيسكن في الحضور الالهي، بيسكن في الدعوه والقصد على حياته، بيسكن انه ينبغي ان اكون فيما لابي. ليه؟ لان لما بكون فيما لابي بلاقي يسوع. لانه لماذا تطلب يسوع؟ بتدور عليه ليه؟ لما تكون فيما لابوك بتلاقي يسوع هناك. فبيسكن في النعمه، لما بيسكن في النعمه قلبه مش بيتلوث، مش بيقعد في الحته اللي طوالي تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. فأعلم الأثم طرقك والمنافق. شوف يوفي يا أخي، المنافقون إليك يرجعون. هيخدم المنافقون، هو لسه زاني وقاتل. مين المنافقون هنا؟ أشكرك مرسي. أصل في وشوش هنا بجميلة. مين المنافقون؟ أنا؟ ببساطة المفروض يقول وأنا أرجع. هو خلاص، هو أم صلي خلاص، أنت غسلتني فأطهر وأنا عايز أخدم فأعلم الأثم طرقك والمنافقون يرجع. يا سلام، ليه؟ هو مش متكعبل. حد فاهم أنا عايز أقول إيه؟ في سم بيخش في المؤمنين، سم في الأفكار، في المرارة، في الشكوى. تعرف واحد طول الوقت عمال يقول ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه أنا أخرج من حفرة رائد وحضيرة؟ تعرفوا حاجة؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيدخل سم، بياكل سم، بياكل سم، بيوكل نفسه سم، بيوكل نفسه سم، والسم عمال يمشي في الدم ويمشي منحني، وتزداد الانحناء ويزداد السم وتزداد المرارة. وعنده فرصة في نفس اللحظة نقوم عامل شيفت من شاول اللي في غلطة واحدة بتتاخد منه المملكة لواحد زي إبراهيم وداود بيغلطوا برضو، بس الاجواء بتاعتهم مش بتسمموا، مش بتكعبلوا، مش بيقعدوا. ما هو في دوائر اسمها دوائر لعنه، وفي دوائر اسمها دوائر نعمه. لف في دوائر ايه؟ دوائر اللعنه. دوائر اللعنه مش دوائر وحشه. دوائر اللعنه يعني انت بتصدق قوي 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 في ان الله اللي بيتعامل معاك بالقطاعي. ف
عملت حاجة كويسة ربنا بيعمل حاجة كويسة معاك، عملت حاجة وحشة لازم ربنا هيسيبك فبتخش في اللعنة. ليه؟ لأن الخطية فتحت اللعنة، ولأن في اللعنة فبتتكعبل الدنيا فبتحاول تتوب، فلما بتتوب بتمشي كويس، اللعنة ما بتترفعش عليك لأن دايرة أصلا كلها لعنة، اللعنة ما بتترفعش عليك بس على الأقل أنت حسيت كويس، لأن اللعنة مش مرفوعة تقع تاني في الخطية، ولما تقع تاني في الخطية بتزداد إيمانك باللعنة. تعرفوا حد مؤمن باللعنة أكتر من البركة؟ ما تحدش يرفع ايده. انا عايز اقول لكم 80% من المؤمنين يؤمنوا ان اللعنة اقوى، بيقولوها بقهم بس ان البركة اقوى، لكن لما بيجوا حقيقي في مشاكلهم ولما بيجوا يقعدوا مع واحد زي او اي خادم من خدام الرب العظام في البلد دي بيوقفوا معاه يقولوا له ابليس بيعمل، ولو الخادم فتح جرؤ ان يفتح بقه ويقول لهم بس يسوع اعظم، انت مش عارف اللي بيحصل في حياتي. ليه؟ لان ابليس اعظم، لأن اللعنة أقوى. 80% من المؤمنين بيؤمنوا مش بفمهم، بيؤمنوا بقلبهم، بفمهم بيقولوا كلام تاني بس بيؤمنوا بقلبهم إن دائرة اللعنة اللي في حياتهم غير قابلة للكسر. والقصة إن دائرة اللعنة ما بتتكسرش، أنت بتخرج منها بتسيبها تجري لوحدها، أنت بتخرج منها وتقف في دائرة تانية حيث يوجد الآب، حيث إرادة الآب. تقول يعني ايه ادوس على زرار؟ بدوس على زرار، هو ده الايمان، بدوس على زرار وتقف في الحته اللي فيها ايه، بتسكن في النعمه، بتفرح بالهك، بتشكر الهك، بتصدق في امكانيات الهك، بتصدق في امكانيات النعمه، وتتربط بالمدينه السماويه اللي بتخش لها كل مره. قد اتيتم الى مدينه الله الحي اورشليم السماويه، مش هتروح لها، انت قد اتيت بالفعل ليه.